مرحبا بكم أحبابنا ومشاهدينا في برنامج الطب والصحة على شاشة قناة العالمية وعلى راديو إفريقيا 95.3. ربنا يديكم الصحة والعافية. برنامج الطب والصحة كانت حلقة وصل بيننا وبينكم، نفتح فيها باب الثقافة الصحية ونطرق على باب الحماية في كل الأوقات. يمكن أخذنا فترة كده كنا في ظروف البلد ومراعاة حال السامع ومراعاة حال المشاهد. أكيد الطب له قدسية وغير متدخل في أي أمر، لكن مراعاة حال الناس كان مهم جدا لقدسية الرسالة اللي نحن كنا بنقدمها، هي رسالة الطبيب للمريض ورسالة الطبيب للمجتمع. عموما ربنا يديكم الصحة والعافية، الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن ووطننا حبيبنا رغم البيك هي الأشواق. أكيد ربنا يعلي مرادبك ويديك الصحة والعافية. أيضا الليلة جيناكم ونحن فاتحين باب الحماية، وزي ما بقولوا الوقاية خير من العلاج، والمرض ما حبابه تب كمان. الليلة نحن محتفلين في أول حلقة لنا باليوم العالمي لسلامة المرضى. اليوم العالمي لسلامة المرضى أول يوم تعمل الـ WHO اللي هو يوم 17 سبتمبر من كل عام. يعني السنة دي أول سنة أو أول مرة يحتفلوا باليوم العالمي لسلامة المرضى. أنا سعدت جدا أن يكون معي الليلة ومعاكم دكتور خباب عبد المنعم السعيد، رئيس قسم الجودة بالمجلس القومي للتخصصات الطبية السوداني. مرحب بك وربي يديك الصحة والعافية والحمد لله سلام. حبابك رامي وحباب المستمعين، حباب السودان الجديد. سودان شامخ، نفرح بوجودنا فيه ونسعد بصحة أفضل ما تكون للجميع، نفرح فيه بسلامة لكل المواطنين وبسلامة خاصة للمرضى. ويمكن الموضوع بتاع إنه سلامة المرضى هي الآن توجه عالمي ومنادي به منظمة الصحة العالمية إنه مراعاة سلامة المرضى. يمكن خلال حلقة حنمر على بعض الإحصائيات نعرف ليه الناس اهتمت بموضوع سلامة المرضى وليه الناس هي خايفة إنه ياخذ المريض داخل المستشفى تحصل له حاجة غير اللي هو جاي يشكي منها أو يعاني منها. أكيد. فنتمنى إن شاء الله برضو في وطن معافى تكون سلامة المرضى هي هم كل العاملين من زملائنا في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة ومختبرات وتمريض وكل العاملين في القطاع الصحي، إنه يكون همهم الأساسي وشغلهم الشاغل هو سلامة هذا المريض. ويبقى عندنا مبادرات لتطبيق هذه الأنظمة العالمية لسلامة المرضى والتأكد أن المريض جميل. موجود جميل. في بيئة سليمة جميل. تضمن سلامته. جميل. السلامة أو السلامة هي كلمة ممكن نحن لو قسمناها بتحوي معاني كثيرة، المحبة، الوئام، الصحبة، الخير للناس التانين. السلامة دي هي خير لكل الناس. طيب نحن حنتناول موضوع السلامة. موضوع السلامة في العالم حنشوف الناس مشت وين، حنشوف نحن في السودان وين، حنشوف أفريقيا وين، لأنه نحن بتربطنا من الغناء عندنا روابط أو عندنا إشعاع أو عندنا وصول لكل الدول الأفريقية، فنربط العالم بالسودان بأفريقيا وسلامة المرضى عموما. طيب يا دكتور خباب، نحن دايرين ناخذ الموضوع فريندلي، لو مسكنا سلامة المرضى تمام، خليك من المرضى كي نمسك السلامة دي. السلام بيلحق المشاعر قالوا صح؟ تمام. طيب امسك لنا في السلامة، وانت زول اختصاصي بتاع جودة وخبير بتاع تعليم طبي، كيف فصل لنا السلامة؟ السلامة يعني شنو؟ معانيها الثانية يعني شنو؟ فوائدها يعني شنو؟ التقسيم اللي انت عملته تقسيم جميل يسهل المعلومة للناس ويخلي الناس هي فعلا تجي في المعنى الحقيقي لسلامة المرضى. ويمكن السلامة بالنسبة لنا لما نقول السلام هو معروف، يعني السلام هي المحبة والوئام وغيره من الأشياء، لكن يمكن هنا المعنى الأقرب لنا اللي هو في الأمان اللي هو جاي من اللغة الإنجليزية في السيفتي اللي هو الأمان. يعني احنا عايزين هذا المريض في أثناء تلقي الخدمات الطبية يكون سالم، ما يتعرض لأذى، يأمن من أذى ممكن يجيه من المستشفيات. فهي ده معنى سلامة المرضى في مجالنا الطبي، نحن نأمن هذا المريض من أخطائنا اللي ممكن تحصل له، من المشاكل اللي ممكن تحصل له أثناء المستشفى. ويمكن لما نقول أخطائنا اللي تحصل له الناس شوية يقوموا يعاينوا له ورا كده الخطأ، يعني الخطأ بردا وسلاما، يعني نعم. يا نار كوني بردا وسلاما، يعني نعم. أي حاجة كده لو ما بقت معها السلامة دي ممكن تكون فيها مشكله صح. ممتاز جدا، لانه نحن بمفهوم الجوده العام نحن حنكون بنعالج في مريض ودايرين نقدم له رعايه طبيه بجوده عاليه. أيه. فمن اول معايير
الجودة إنه هي ما نأذيه، ما نأذيه أي نكون نخليه في مأمن، أي نخليه في سلام اللي أنت بتتكلم عنه، يكون بسلام عن الأذى من الأشياء اللي ممكن تحصل له في المجال الطبي. يعني المجال الطبي يمكن هو الناس لو تكلمت فيه بوضع أساسي حتلقى إنه فيه خطورة. يعني أي عملية أنت تعملها أو إجراء أو تدخل أو علاج عنده مضار، هو بيعالج وبكون عنده نسبة احنا بنكون عارفينها اللي هي نسبة المعالجة لأي طيب دواء لأي طيب إجراء. يا دكتور خباب، أنت خشيت في طوالي السلامة وعلاقتها بالمجال الطبي. نعم. طيب هل السلامة دي بس للمرضى ولا حتى التيم الطبي؟ السلامة شيء متكامل، هي لكل الموجودين. لو أخذنا التعريف لكل الموجودين في المنشأة الصحية في زمن تقديم الخدمة. ايوه جميل. يعني كل الموجود كده ركز على النقطه دي، كل الموجود داخل أيوة. مستشفى اثناء تقديم خدمه نحن حريصين على سلام. يعني اطباء، زائر، مريض، مرافق، شخص جاي عنده غرض معين، موظف تامين، شركه تامين، اي شخص داخل المنشاه نحن لازم نكون حريصين على سلام. طيب لانه ده الكلام اللي قلته ده لو فصلنا الناس زي لو مسكنا اي واحد فيهم حتكون عندنا حلقات ممكن نكتب فيها كتب الموضوع ده. اي زول داخل المؤسسه الطبيه او مكان تقديم الخدمه، سلامه المرضى دي او السلامه الصحيه دي هي شامله النازل كله. نعم. كلام جميل. يلا نبدا اول حاجه، نبدا بالمرضى ولا نبدا بالمرضى؟ نبدا بالمرضى لانه طيب. هو محور طيب. اهتمام تقديم طيب. الخدمه الصحيه طيب. ويمكن العالم بيتكلم عن الرعايه الصحيه اللي هي محورها المريض اولا طيب. اللي هو البيشنت سنتر كير اللي هو توجه العالم والمعايير مكتوبه على انه هذا المريض هو أول من يتلقى الخدمة الصحية جميل. وأفضل والذي يجب أن يتلقاها بجودة عالية اللي هي بعد ذلك تندرج تحتها السلامة والأمان وكل الأشياء الأخرى. فهذا المريض بما أنه محور تقديم الرعاية الصحية إذن لا بد من أن يكون له اهتمام خاص من الفريق العامل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية أو بالمركز الخدمي أو بالنقطة التثقيف الصحي أو أي نقطة من النقاط التي يتلقى فيها أو المجادلة التي يتلقى فيها الخدمة. فلما نبدأ بكل مبدأنا الأساسي أنه المريض أولا اللي هو اللي هو الخواجات بيقول لك البيشنت سنتر كير أو الرعاية الصحية المتركزة أو المتمركزة على المريض. يعني إذا المريض هو في منتصف حدقات العيون، النواة هو النواة التي تدور حولها كل المهام الأخرى. الناس مذكرين النواة، كي نشوف الناس مذكرين النواة زمان في الأحياء، النواة دي هي بتكون داخل الخلية، كل الميتوكوندريا، السيتوبلازم، الحاجات دي كلها بتخدم شنو؟ مكونات الخلية تخدم هذا المريض، تخدم النواة. يعني كل التيم الطبي والمؤسسات والبنايات والأجهزة والحرس البرا كلهم تخدم هذا المريض، لابد أن تخدم. لكن من حقوقهم برضو أنه هم نحفظ لهم سلامتهم. إذا نحن راعينا سلامة هذا المريض، نحن بنقول دائما أنه الجودة هي سلاسل مترابطة. إذا أنت حرصت على شيء حتحرص على شيء الباقي. إذا أنت عامل في المجال الطبي وأنت طبيب بتقدم خدمة رعاية طبية لمريضك اللي هو نحن أقرينا أنه هو محور اهتمامك ومحور اهتمام المنشأة الصحية وكل العاملين فيها، أنت حتحرص على سلامة هذا المريض. فواحدة من الأشياء اللي أنت برضو حتحرص عليها من أجل سلامة المريض سلامتك. أكيد. يعني عشان الموضوع يكون أسهل للناس، نحن أنا بعالج في زول بكون ما داير أذي هذا الشخص، وبكون حريص أنه أنا برضو ما أذي نفسي عشان ما أذي شخص آخر. ممكن نجي نعرف الأذى، ممكن يجي للشخص المريض إنه يأخذ علاج خطأ، يأخذ علاج في وقت غيره، يقع في المستشفى. حنجي بعد شوية نشوف إنه في أهداف عالمية وستة أهداف، بعد شوية حنلقى إنه هي متمركزة على إنه والله هذا المريض في ستة أشياء لا بد تتوفر له وبقت هي أهداف عالمية، حنجي نناقش بعد شوية. طيب. لكن الفريق الطبي أيضا أو العامل لازم يكون هو حريص أيضا على سلامته، لانه اذا ما بقى حرص على سلامته حيبقى هو ذاته مريض. طيب انا عندي نقطه أولى مهمه جدا، والنقطه دي دائما نحن بنتناقشها يعني اثناء عملنا في المجال الطبي والناس الموجودين الان في الفيلد وبيمارسوا في المهنه. نعم. طيب نحن او انا كمقدم خدمه، يعني انا كوزاره، كمؤسسه خاصه، كجمعيه، انا عاوز اقدم خدمه طوعيه او دار اقدم خدمه طبيه ممتازه للمريض. يعني انا هدفي الاخير انه الإنسان اللي بتلقى الخدمة تكون خدمته ممتازة بطريقة جيدة، صح؟ طيب من باب الجودة، مش العاملين على الخدمة دي لازم أنا أديهم حقوقهم كاملة عشان الخدمة تطلع صحيحة؟ يعني أنا ما ممكن أقول أنا داير أقدم خدمة لمريض بصورة ممتازة وأنا مثلا ما أدي زول أجر أو ما أوفر له سبل الراحة حقته من تأمين، من
يعني ظروف ظروف بتاعت عمل يعني مثلا. احنا ممكن بعد شوي نخش في التفاصيل، لكن انا دار ارسخ المبدا انه انا لما اقدم خدمه لازم تكون الخدمه بجوده، صح ولا ما صح؟ نعم. يعني الناس الشغالين في الخدمه ديلا لازم ياخذوا حقوقهم كامله، صحيح ولا ما صحيح الكلام ده؟ المبدا بتاع جوده وعلمي، خليك من الواقع بنجيه ان شاء الله. المبدا الاساسي في كل شيء هو حقوق واجبات في كل الاعمال. ايوه. اذا انا بادي في اي عمل في حقوق مفروض اخذها وفي واجبات مفروض انا اعملها. اذا حنتكلم عن وضع السودان بوضع مختلف، وضع الطاقم الصحي في السودان، حنتكلم عن وضع فعلا حنتكلم عن ابطال يقدمون خدمه صحيه في واقع كل الناس عارفاه وبيحاولوا يبذلوا افضل ما لديهم. وعاده انا ما اذكر انه هم بيجتهدوا اجتهاد فوق طاقتهم انه يوفروا اشياء ما موجوده ما متوفره غير من الاشياء هو يعملوا. اذا المبدا الاساسي في الجوده هو حقوق وواجبات. انا مفترض اقوم باداء اعمال معينه يكون في التزامات من المنشاه الصحيه من الوزاره من غيره من الاشياء. وافتكر ده بيطلعنا لانه ده حنتكلم عن مستوى نظام صحي. ويمكن نحن ليه جايين تو ادفوكيت وجايين نتكلم اكثر عن موضوع بسيط ان احنا دايرين فيه اشتراك المجتمع والمجتمع يكون عارف حقوقه وواجباته فيه أكيد. من ضمن المنظومه الكبيره دي. كلامك جميل والله، كلامك جميل. نتكلم عن سلامه المرضى كتوجه عالمي قد تساعد في اصلاح كل المنظومه. اكيد كلامك جميل. انت ذكرت هسه حاجه اللي هي موضوع المجتمع. بالمناسبة غير النواحي المادية والإمكانيات، المجتمع طبعا دوره كبير جدا جدا في أنه يوفر الجو الملائم لتقديم الخدمة ذاتها. يعني لو مسكنا هسه من تجارب نحن في المستشفيات، يعني مثلا المرافقين لازم يكون في وعي. نحن ما حنقول هم أكيد المرافق ده لما نيجي بالمناسبة يا خباب، يعني أنا عندي كده بركز معاهم مرات في المستشفى. نعم. الناس بس بيكون سايقاهم العواطف بالمناسبة. نعم. يعني الواحد فيهم بيكون خايف على عيانه ده بس، ما اكثر ولا اقل، ولا هو جاي يضايقك ولا هو جاي يتكلم معك اكثر ولا هو هاوي الموضوع ده. نعم. لكن القلق، ونحن ذاتنا قاعد نجرب الحاجه دي، انه زول بيكون عندك زول عيان في البيت ولا حاجه، ربنا يديهم الصحه والعافيه، زول بيكون شويه كده شنو؟ بيكون مضطرب وبيسال 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 وبيمشي ويجي، وممكن يقول لا والله انا ما حقدر امشي البيت الا اكون قاعد جنب زولي. وفي حين انا قلت ممكن لو جيت بالمنطق ما حتقدم حاجه للعيان او كده. فالمجتمع برضه انا شويه ما ماشيين بالاجنده، لكن المجتمع، دور المجتمع في الحاجه دي، دور المجتمع. انا عاده بحاول اربط الاشياء بالوضع العالمي. الان التوجه العالمي لتحقيق اهداف تنميه مستدامه كده بالراحه لك يعني بالراحه لانه انا حنجي انا حاجيب لك الموضوع لحد ما نوصل سلامه المرضى. انا مصير اربط الناس من سلامه المرضى بالعالم بيسوي في شنو، ونحن المفروض نمشي في هذا الاتجاه. ايوه بس العالم متجه الى تحقيق اهداف تنميه مستدامه. 17 هدف عايز يحققها. نحن كعاملين في القطاع الصحي شغالين على الهدف نمره 3 اللي هو الصحه والرفاه، انه كل العالم يكون ينعم بصحه ورفاه. يمكن نحن لانه في المجال الطبي كمان شغالين على الهدف الرابع اللي هو جوده التعليم، لكن الهدف اللي نحن عايزين نتكلم عنه اسي اللي هو الصحه والرفاه، انه كل العالم، يعني نقول كل العالم معناته نتكلم عن كل سكان هذا العالم، نتكلم عن كل البني ادمين الموجودين في الدنيا بما فيهم السودان، والسودان نتكلم عن 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 اقل وحده فيهم. طيب هذه الصحه والرفاه بتتحقق بعده اشياء. ضمن اهداف التنميه المستدامه في شيء مهم جدا اللي هو الشراكات الفعاله. طيب الشراكات الفعاله المبدا الاساسي منها انه كل الناس تشترك لتحقيق هذه الاهداف التنميه المستدامه. انا بتكلم عن مستوى العالم، خلونا ننزل لمستوى هدف واحد اللي هو هدف الصحه بتاعتنا. الصحه بتقدم للمجتمعات عبر فئه من هذا المجتمع. اذا عندنا شركاء هم موجودين للاستفاده من هذه الخدمه اللي هو الليله انا بقدم في الخدمه لكن بكره حكون مستفيد من الخدمه. أيه. لانه بمرض انا، اهلي، جيراني، اصدقائي، فبكون الخدمه هي مقدمه لكل المجتمع ببعض، بتقدمها فئه معينه لكن مقدمه. طيب هل هذه الفئه حتقدم بمعزل عن باقي المجتمع؟ لا يمكن. طيب اذا اي خدمه تقدم او الاجراءات التي تقدم والخدمات لازم يكون فيها اشتراك للمجتمع، اشتراك لاصحاب المصلحه المشتركه. لما نتكلم عن اصحاب المصلحه بنتكلم عن الناس المستفيدين من الموضوع كقروش. بنتكلم عن الناس المستفيدين انه الزول الشغال معك ما يمرض عشان ما يقلل دخل المؤسسه بتاعتك. اذا لما نجي نعاين للصحه وتاثيرها
بنلقى انه مرض شخص واحد بيأثر على اشياء كبيره جدا في المجتمع. لانه ممكن يكون عائل لاسره، ممكن يكون عائل لاسرتين، صح؟ اذا الان الحلقه هي بتبدا تتضح، لان احنا نتكلم عن مجتمع مترابط، ونحن في السودان وضعنا مختلف، ان احنا برضه مجتمع مترابط جدا. فمرض زول واحد بيأثر في بقيه الاشياء، بيأثر على دخل البيت، لانه برضه نحن الان بنتكلم عن السودان، عن ناس شغاله رزق اليوم باليوم، صح؟ لو مرض عامل معناها حيكون عندنا مشاكل. فانا داير اشوف دور المجتمع شنو في انه انا تقدم لي خدمه كويسه، وانا كمريض اكون في مأمن او في سلامه، تقدم لي خدمتي بسلامه، عشان اكون والله برضه ما اخش بحاجه واطلع يعني بحاجه ثانيه. نقدر نقول انه الصحه او الصحه والعافيه للمجتمع هي جانب امني كبير جدا مرتبط، يعني زي ما انا بحرس الزول بقسم الشرطه لازم يكون في صحه او خدمه صحيه ممتازه. اكيد، لانه ممكن تجيني بصوره غير مباشره، لو وقف، لو الامراض انتشرت حيبقى الوضع سيء جدا، الانسان ما حينتج زي ما قلت. وانتم عارفين يعني مثلا الزول البمرض ما بمرض براه، هو المرض الم، تمام؟ نمره اثنين، في البيت الناس بتكون نفسياتها يعني متدنيه جدا، هو ذاته نفسياته متدنيه، الناس كلها زي ما قال دكتور خباب انه نحن ناس حوبه وبنحب بعض، وما في زول عيان الناس بتخليه براو، فالبيت كله شغله حيقيف، الحله كلها حتمشي المستيفى، الشغل كله حيقيف، الناس حتكون نفسياتها في الوضع الحمد ما لله، سلامه نفسيه. لما زول يطلع من المستيفى ويجي الناس ما شاء الله بتطبح وتعمل الكرامه وتعمل الحاجات دي، معناها الترابط ده بيأثر، معناها المرض بيأثر علينا من نواحي كثيره، من نواحي نفسيه، من نواحي اقتصاديه، من نواحي بتاعت انتاج ذاته، زي ما لانه الاقتصاد انتاج في الاخير، في ستايل حياتنا، في تعاملنا، في تقدمنا ذاته. صحيح يا دكتور خباب؟ صحيح كلام جدا. اذا انا داير برضو اواصل في كلامك واوري انه المجتمع لازم يكون عنده دور في سلامه المرضى. المجتمع لازم يكون عارف دوره شنو في انه يكون في سلامه حاصله للمريض لما يمشي المؤسسه الصحيه، والمريض يكون في مأمن. الدور الاساسي للمجتمعات يا اخوان اللي هو نشره الثقافه والتوعيه، الدور اللي انت بتقوم به الان، وانا برضو داير اشكرك على المبادره اللي انت قمت بها وبدات تتكلم فيها عن سلامتك، مبادره اتمنى كل العاملين في المجال الصحي يبدوا يتكلموا عشان يوصلوا المعلومات للناس، عشان الناس يعرفوا لما نجي المستشفى يكون عارف انه هو مفروض ما يضايق الدكتور، مفروض هو ما يقعد زمن طويل، مفروض هو لو خش يكون عارف انه قد يصاب بمرض لا قدر الله، او قد يضايق ياخر زول عن اداء عمل. اذا انا كجزء من هذا المجتمع المفروض اكون عارف هذه الاشياء. ويمكن معلومات صغيره اللي احنا عرفناها نقوم نخاف من المستشفيات. نحن انا حقول معلومتين ما عشان اخوف الناس، لكن عشان الناس تعرف انه مدى خطوره امر سلامه المرضى. وحاتكلم عن احصائيات موجوده في افريقيا، لانه احنا نتكلم عن 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 عن, عن جونا. طيب في افريقيا رايك شنو يا دكتور خباب؟ نمشي نشوف ناس WHO قالوا شنو عن اليوم العالمي لسلامة المرضى، عشان نشوف الفكرة الأساسية والحاجة الهدف الأساسي منها، بعد ذلك نجي، لأنه إحنا بعد شوية طوال حنخش نجي السودان ونشوف أفريقيا معنا. تمام، ممتاز. طيب إحنا حنشوف رئيس WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية بيتكلم لنا عن اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي هو حدد له 17 سبتمبر، نشوفه مع بعض ونرجع لكم. No one should be harmed while receiving health care. And yet globally, 5 people die every minute because of unsafe care. The personal, social and financial costs are huge. Most of these deaths are avoidable. Ensuring safe care is a major challenge in all countries, rich and poor. Patient harm happens for many reasons. Health worker fatigue, stress, lack of teamwork, poor communication, and unsafe practices are just a few. All health facilities must develop a patient safety culture where the patient is a partner, where a blame-free environment is encouraged that allows errors to be reported and learned from, not punished, where health workers are empowered and trained to reduce patient harm and the risk of errors. To achieve that, we need policymakers to make patient safety a national priority. We need academics and researchers to generate more evidence about how to keep patients safe. And we need innovation in the healthcare industry to find new technologies to avoid harm.
Keeping patients safe is a vital part of delivering effective care as part of every country's commitment to universal health coverage. On this first world... ...ask other people to wash their hands as well. Sometimes you might start to feel worse. If this happens, ask for help straight away. You can also help us by making sure your wristband has your name and birthday on it. If they're wrong, let us know. To get better, you might need some medicine. Sometimes this medicine runs through plastic tubes. If these tubes itch or hurt, tell someone. If you or your visitors are worried about what is happening to you, talk to us or use your care board. We are all here to help you get better. Pressure injuries are not very nice. You can stop them by moving about in bed and using the special mattress or equipment you have been given. Now you can look after yourself. Remember, keep your hands clean. If tubes itch or hurt, tell someone. Does your wristband have your name and birthday on it? If you're feeling worse, ask for help. And keep moving to stop pressure injuries. When you go home, we will call to find out how you are and how well we did looking after you. مرحبا بكم احبابنا ومشاهدينا في برنامج الطب والصحه. رجعنا لكم تاني واكيد بين التواصل فرض عين واللغه سنه مؤكده. استمعنا للكلمات بتاع الدكتور تادروس، وللمعلوميه دكتور تادروس هو افريكا من اثيوبيا وكان عندنا هنا في السودان. يا ريت اول حاجه تعرفنا دكتور خباب على من غرب يعني على دكتور تادروس او بروف تادروس، هو مدير منظمه الصحه العالميه. نحن سعيدين هو كان موجود معنا في الاجتماع الإقليمي 56 للصحة العالمية استضاف السودان قبل عدة شهور، وكان من الزيارات الطيبة جدا وموفقة لرئيس منظمة الصحة العالمية للسودان، واطلع على مجهودات المكتب السودان في منظمة الصحة العالمية واطلعوا على تقارير الإقليم وغيره. لكن كانت زيارة جميلة، وأنا بالنسبة لي هو حقيقة محفز. أنا حتكلم عن جوانب مختلفة. أنا محفز لكل الأطباء السودانيين اللي يكون عن القطاع الصحي إنه نحن ممكن نكون قدام. إذا مدير منظمة الصحة العالمية هو من أثيوبيا الشقيقة، هي دولة بالنسبة لنا جارة وحبيبة، مواقفها بالنسبة لنا واضحة جدا يعني، والدعم المقدم من أثيوبيا لغيره. لكن برضو داير أرجع لأنه تادروس هو نموذج لطبيب خدم العالم، خدم بلده، عمل عمل كبير. وداير ارجع طوالي لان احنا في 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 موضوع سلامه المرضى اللي هو الموضوع الاساسي اللي بنتكلم عنه. انا كل مره بقاطعك توجه لما قلت خدم بلده او المجتمع، يعني الطبيب لازم يكون قريب للمجتمع. غير الخدمه في المستشفى يا خباب، غير الخدمه في المستشفى المفروض نكون احنا في المجتمع. انت قبل شويه ذكرت سلامتك، دي مبادره بسيطه جدا، على انه بس الفكره الاساسيه منها انه التيم الطبي او الاطباء او الناس في المجال الصحي يكونوا قريبين للمجتمع، يعني نكون لصيقين بهم، نعرف مشاكلهم ونحميهم قبل ما يجونا. شنو؟ قبل ما يجونا في المستشفى. نقطه في الكلام ذلك، نقطه في الكلام في البحر. طيب في بحر التواصل المجتمعي يمكن اذكر يعني من خلال كلامك عن قرب المجتمع نذكر عدد المبادرات اللي هي حبيبه الى قلبنا، يعني مبادره صدقات، مبادرة شارع الحوادث، مبادرة نفير. هي الآن بتلقى إنه الجانب الصحي فيها هو جانب كبير جدا، والشباب القائمين على أمره هم من شارع الحوادث هي صحية يعني بصورة كبيرة. بتلقى إنه هي دي واحدة من توجهات المجتمع تجاه دعم الصحة، إنه هو يدعم الصحة، يوفر أشياء وغيرها من الأشياء. ممكن تكون زاد حجمها وكبر حجمها بوجود تقصير أو نقص في المنظومة، لكن برضه هم عندهم دور تثقيفي وعندهم دور توعوي وعندهم تهيئة بيئة تثقيفية وغير. يمكن عندنا عدد مبادرات تانية مثلا بيت أطفال السرطان وغيرها من الأشياء. ويمكن أرجع للعام 2007 إذا كانت نحن سرطان أطفال بتعيد تهيئة عنابر أطفال السرطان. وإذا دور المجتمع هو دور لا ينتهي، لكن أنا الدور اللي دائما قاعد أهتم به واللي هو دور التوعية.
المجتمع إذا كان واعي وعارف بيساعد كثير جدا, بيساعد لي كثير جدا في إذا مسكنا الموضوع بتاع النظام الصحي ككل, بيساعد في تقليل انتقال الأمراض, بيساعد في مكافحة الأمراض, بيساعد في علاج المرض ذاته, بيساعد في إنه كيف يخلي الزول يتعايش مع المرض. فإذا لازم أعضاء المجتمع كلهم يكونوا عارفين تفاصيل كثيرة جدا عن الصحة, لأنه هي عمود أساسي في صحة المجتمع ذاته وفي مدى سلامة المجتمع. ونرجع لأنه بقية أدوار المجتمع, أنا حريص أنه نحن كمجتمع سوداني دائما قاعد أقول أنه نكون فاهمين ما يلينا, اللي هو ما لينا وما علينا في الصحة. ما لينا وما علينا في الصحة عبارة كبيرة قوية حترجعنا للحقوق والواجبات, حترجعنا للقانون, أنه نحن مفترض نكون عارفين إذا أنا رامي ده طبيب, دكتور رامي ده جيت وما عمل لي الحالة الفلانية, أكون عارف أنا حق شنو عنده, هو حقه عليه الاحترام وحقه علي وحقه علي وأنا حقه. لازم نكون عارفين الحقوق والواجبات. عشان كده أنا برضو أنادي كل الزملاء في القطاع الصحي إنه عايزين واحدة من الأشياء الأساسية وثيقة حقوق وواجبات المرضى وحقوق وواجبات المؤسسة الصحية تكون موجودة لنا في كل المؤسسات ومقروءة للجميع, كما هي سياسة الجودة, كما هي رؤية وأهداف المؤسسات الصحية إنها هي تخدم وتحقق. فأنا إذا خش مؤسسة صحية مفروض أكون كعضو مجتمع أكون عارف الحاجة دي. الحاجة الثانية مفروض يكون عندي دور إيجابي في إنه أنا ما أنقل مرض, ما أذي شخص بتصرف بإزعاج بوجود في زمن غير سليم في غير من الأشياء. يمكن دي برضو تخلينا المجتمع السوداني, وانت كبير تكلمت ان احنا بنكون موجودين مع شخص المريض, ما في اشياء كثيره ما بنكون مراعينها, ما عارفين حالته, وبنزعل جدا لو قالوا لنا يا اخي بامر الطبيب لا تمنع الزياره. يعني دي ملاحظه هي بتورينا مدى ترابط المجتمع. لكن برضو لازم نكون نحن فاهمين ومقدرين انه ده والله الان هذا الشخص احوج ما يكون الى الهدوء الى الراحه الى عدم الحركه الى الاشياء دي. فعشان كده نحن كل ما نلقى فرصه نتكلم عنه والله نرفع وعي المجتمع بسلامة المرضى يكون كويس. ويمكن حأخذ حاجة بسيطة جدا كنموذج نحن نكون عارفينه. نحن عارف لما يخش الدكتور بيقول لي اسمه, يقول لي خبا عبد المنعم. لا, نحن دارين نكون هو عارف اسمي الرباعي وعارف تاريخ ميلادي وعارف يكون عنده 3-4 معلومات لو ما هو أخذ مني عشان يتعامل معي أنا خباب, ما يقوم يغلط, اللي هو ده الهدف العالمي الأول اللي هو التعرف والتحقق الصحيح على المريض اللي هو البيشن ايدنتيفيكيشن. أنا أكون عارف المريض أنا بتعامل معه. طيب إذا أنا مريض وعارف إنه مفروض الدكتور ده يعرفني ونجي لي قدام نشوف في السودان تاني ما في مريض إلا يكون لابس العلامة بتاعت إنه اسمه ومعلوماته موجودة وملصقة في يده, زي ما شفنا في الفيديو قبل شوية إنه أول خطوة لما نجي المريض خاش المستشفى لازم يحصل له ايدنتيفيكيشن عشان يتعرف. وعندنا قصص كثيرة جدا في الممارسة الصحية. دينا من القصص. دينا من القصص. لأن إحنا خليها القصص الصحية. الزول ده عمل له عملية غلط بدل الزول تاني ورقد في سرير. بنلقى إنه دي حاجات بسيطة جدا حصلت عندنا في المجتمع السوداني لكن دارين نقللها أو دارين نصل فيها لزيرو ديفكت. إذا أنا عندي من كل 300 نفر في زول بيخش المستشفى في أفريقيا بيطلع مصاب, وأنا بتكلم عن 30 مليون, معناها كل 300 نفر حيخشوا حيكون عندي زول عيان هو جاي بشيء يطلع بشيء آخر. فأنا داير نبدأ نتكلم على الأهداف إنه والله الهدف الأول إنه يا أنا كمريض كمواطن كجزء من المجتمع, يا دكتور لما تقوم مدخلنا عملية عمل لي ايدنتيفيكيشن كويس. يا اخي ايدنتيفيكيشن دي تعرفتها منين؟ والله يا اخي عرفت انه المريض مفترض لما يجي خاش المؤسسة الصحية واحد من الاشياء الاساسية انه يتم تعريفه بصورة صحيحة يا دكتور, عشان ما تعمل لي يا اخي بعدين شنو لا قدر الله يكون جرعة ماشية لي خباب وفي خباب تاني في غرفة تانية نخبط بين 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 الجرعة وغيرها من الاشياء. فدي ده واحد من الاهداف ان احنا دايرين الناس تتكلم عنه. في المستشفى المفروض نمنع السقوط. في احصائيات بتوري انه في ناس بيخش المستشفى هو عيان فتران الزلق وقع كسر المخروقه, والله وقع اتكسر ما عارف حصل له هنا. الموضوع ده المفروض نحن نكون واثقين ان مستشفياتنا دي ما توقعنا. اذا لقيت انه المستشفى دي والله بتزلق ارضيه, انا كمواطن لقيت الارضيه بتزلق, طوال وين الزور نزول يزور ارضيتكم دي بتزلق, احنا جيناكم سليمين ده انت عوقونا صلح الارضيه بتاعتك, خد مساكات بتاعت مشي في الحيط عشان الناس تمسك عليه عشان ما تقع, لانه المعاقين والسلم الشكل بتاع ذوي الهمم. يعني احنا برضو دايرين نكون عارفين انه مجتمعنا فيه ناس ذوي همم, في زول بتحرك بعجله بتحرك بعصايه وهمته عاليه, نحن ما نمنعه انه
يعتمد على نفسه يعتمد على نفسه الأشياء. لكن ده برضو ده جانب تاني إنه ذوي الهيمن برضو مفترض يكون وضعه مهيئ. وأكيد زول حي مستشفى ده غالبية وقته حيكون ماشي على هاي. على جيرو لا هنشيلوه والله من الكرسي ويرفع الكرسي والأشياء دي. فدي حقوق نحن دارين نخلي الناس تعرفها وتمشي فيها أكتر كمجتمع عشان نحرسها. في موضوع التواصل ده أنا ذكرت نقطة حصلت لنا وديك في المستشفى. واحد زميلنا اسمه مختار بيرم فقام بعد ما انتهينا من العيان كده ماشيين في الراوند بعد ما انتهينا من العيان خباب قام المرافق يعني بقت صداقة بينه وبين المرافقين وكده. فقام المرافق قال يا أخي والله ما قصرتوا أبوي ده جاف الصامت لكن طلعت لنا هزاز ما في طريقة عام. قام مختار بيرم قال لي يا أخي والله على حسب الكهرباء حقتنا دي قدرتنا بس دي قدرتنا النقطة دي مهمة. أنا قلت الكلام ده عشان موضوع التواصل بين العيان والمرافقين. يعني من التجارب البسيطة دائما لما يكون في علاقة جميلة بالمرافقين هم بالمناسبة ممكن يساعدوك برضو حتى المريضات. والتواصل مهم جدا ونحن لنا أسوة كبيرة جدا في بوصاتنا وأساتذتنا علمونا بتلقى التعامل حقهم بيجي العيان السلام عليكم كيفك يا حاج إن شاء الله كويسة أها أنت من وين والله تقول لي يا أخي أنا مثلا من مروابة يا سلام يا أخي موية نظيفة وأحسن موية في السودان. تلقى المريض نسى الموضوع بتاع المرض ذاته خشى في موضوع والله تعذرنا يا دكتور والمرة جاي لو ما جي شايل خروف معه كمان ما يبقى ما قصر. فالتواصل بين المريض والطبيب والمرافقين السكيلز دي المهارات دي المهارة دي أنا حديك لها بشكل بسيط جدا. أثبت الدراسات إنه إشراك المريض وأسرته في العلاج بيزيد نسبة العلاج أو نسبة نجاعة العلاج. فإذا الكلام مثبت بالدراسة معناها أنه مفترض فعلا أشرك هذا المريض في خطته العلاجية أتواصل معه بالصورة الجميلة بالصورة الحميمية برضو تكلمت عنها الكتب والدراسات. نحن برضو بنشجع كل زملائنا إنه يحذو حذو أساتذتنا يعني في التعامل الجميل والراقي. يعني من الأشياء الجميلة جدا إنه والله تتعامل مع المريض إنه هو والدك إنه هو أمك إنها هي أمك إنه هو أخوك إنه هو أختك لأنه بينتقل الإحساس والأشياء دي بالنسبة لنا أساسية. لأنه بنلقى إنه والله يا أخي في كل امتحاناتنا كأطباء في مجال الطبي والعاملين تلقى إنه في محطة بتاعت امتحان اسمها التواصل وعادة هي أصعب المحطات في الامتحانات لأنها هي بتتكلم عنه أنت كيف تتعامل مع المريض تحترم خصوصيته وتكسر معه الحواجز وتكون قريب لقلبه وتقدر تصل لأنه تتصل معه الزون اللي يقدر يأمل لأنك تقدم له علاج ويكون واثق منك أنت حتقدم له شيء مميز بشكل طيب. فإذا التواصل الفعال يعني ما هي التواصل كمان هو من أساسيات الخدمة الصحية وإشراك المريض وأهله في العلاج هو من أساسيات سلامة المرضى. يعني أنا لازم أكون عارف إنه أنا مفروض أكون عارف جرعتي أهلي عارفين برضو نحن يا أخواننا في حاجة بنتخطى أنا الخصوصية من المفروض يعرف جميل من المفروض يعرف وما من المفروض يعرف. وافتكر ده نقاش يطول لكن نحن برضو مفروض نكون فاهمين إنه ما كل المعلومات هي تداول لكل الناس. يمكن واحدة من الأشياء ملاحظات حصلت لي قبل يومين إنه بننشر الروشتات والعمليات والأشياء في الوسائط الاجتماعية باسم الزول وحاجات. واحد من الأشياء الأساسية هي confidentiality مدى سرية أو علو درجة سرية التعامل مع معلومات المريض. مش حقوق برضو للمرضى؟ حق وحق أصيل وحق أساسي إنه أنا ما عايز الناس تعرف إنه أنا عيان. ما عايز الناس ده أسألك سؤال تاني مباغت أو في نفس المكان انت ذكرتها والله يا اخي. هي احنا هسه طبعا المحاوره الخاتنه حاجه والونسه والكلام مشى في المجتمع. يعني مثلا عندنا هسه في وسائل التواصل الاجتماعي في ناس مثلا جروبات اللي هي بتساعد الناس على انه توصف لهم الحاجات والاماكن وكذا. العمليه الطبيه او العمليه العلاجيه هل هي ممكن تكون مفتوحه كده؟ يعني مثلا انا اجي اقول للناس يا اخي والله عندي نزله اخذ لها شنو ولا يعني حتى زوج ذاته خليك من الناس اللي بيجاوبوا لك. انت ذاتك المفروض تكون انه عارف الخدمه العلاجيه دي او الخدمه الطبيه الا عند الطبيب او في المؤسسه الطبيه لانه ده نمره واحد خطوره عليك انت. نمره اثنين انت ذاتك يا اخي ممكن الكلام اللي بتقال لا يمشي لزول ثاني وما ينفع معه لانه المرض بالمناسبه مختلف. احنا غايته كاطباء بنعرف انه المرض ده مرض خباب من مرض زواوي من مرض خبير مختلف تماما. السكر ده سكري ده من سكري ده مختلف. فالوصفة اللي هي حقت مدوها بالحيطة حقت الجيران دي
ما 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 ناجع كجودة. أنتوا رأيكم شو في الكلام؟ نحن الآن بتلقى إنه في حنمشي لمجال تاني. نمشي. حنخش مشكلة. حنخش في حتة تانية الاستشارات. يمكن قبل فترة في فيديو انتقل بين الأطباء اللي هو استشارة جوجل للأمراض. نحن بنقوم نزل جوجل والله يا أنا عندي كذا كذا كذا. وجوجل بيجاوب لك ما شاء الله عليه. لكن بتلقى إنه الآن طلعت رسائل تمنع إنه يا إخواننا ما تكتروا الاستشارة أو ما تستشيروا جوجل وما تأخذوا العلاجات حسب كلام جوجل أو ما طيب. حنلقى إنه والله يا أخي المعلومات اللي بتنتقل إلكترونيا دي فيها فوائد بتقلل الجهد وغيره. لكن احنا برضو كلام اللي انت قلته انه هو كله مريض عنده اشياء هي معلومات عامه على المرض لكن هي معلومات عامة. الموضوع العلاج ده موضوع مختلف. مفروض ما ناخذ علاج ايا كان ما لم نرجع لطبيب. وانا دائما بتكلم عن موضوع النظام الصحي بتكلم عن انه لازم يكون عندنا خط علاجي اول ونتمنى الموضوع ده يتفعل بشكل طيب جدا في الفتره الجايه. وتكلمنا عن السودان جديد بنتكلم عن السودان مبني بصوره صحيحه. بنتكلم عن نظام صحي فيه برايمري هيلث كير وسكندري هيلث كير وتيرشري. بنتكلم عن رعاية طبية أساسية وثانوية ومستوى ثالث ومستوى رابع متخصص من الخدمات. برضو أنا داير الناس تحسن علاقتها من أجل سلامتها بالمركز الرعاية الصحية اللي هو الأولية اللي هو الرعاية الصحية الأولية. المركز الصحي جنبنا ده عنده دور في علاجنا نحن. بصراحة الناس ما قاعد تمشي لأنه بيقول لك يعني ما أعرف لكن في فكرة أنه أنا لازم أمشي مسافة كبير طوالي دي في المجتمع عندنا موجوده هنا. ما هذا الدور ان احنا نتكلم عنه. المجتمع لازم يعرف الكلام ده غلط عشان يكلم باقي عشان يكلم باقي الناس. انا حريص على موضوع توعيه المجتمع لان المجتمع هو 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 هو, هو الاساس. اذا انا عارف انه المركز الصحي بتاعي مهم انا كمجتمع بحرص انه المركز الصحي يكون كويس وفيه الخدمات اللي انا محتاجها. فيه علاج النزله وفيه علاج وجع الراس وفيه علاج وجع البطن والالتهابات الخفيفه ومتابعه الحوامل والمرضعات ومتابعه الاطفال موجود عندي. ما احتاج امشي المستشفى. وانا حاضرب مثل اخواننا وما احسن ذاته نضرب مثل يخلي الناس يعرفوا احسن ليه. اذا انا حامشي مستشفى كبير بوجع راس او بوجع بطن المستشفى الكبيره فيها عدد ناس كثير عدد مرضى كثيرين ببقى زدت احتمال اصابتي بمرض ثاني. ايوه ايوه ايوه. اذا انا ممكن امشي بس اقابل عامل او عاملين في القطاع الصحي اقابل الطبيب واقابل المختبر والصيدليه في 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 بيئه صغيره وبيئه نظيفه وبيئه جنب البيت بدل امشي المستشفى امشي لحته فيها ناس مصابين بامراض كثيره بانواع كثيره من الالتهابات بغير من الاشياء. انا داير الناس تربط القصه دي بسلامه المرضى. اذا انا كمريض داير احافظ على سلامتي افضل لي امشي بسلم الرعايه الصحيه او بالرعايه الصحيه الاوليه عشان اقلل احتكاكي بالامراض اللي ممكن تكون موجوده في المستشفى الكبير. اذا تكلمنا اي مستشفى فيها حوادث الان حنتكلم عن 100 حاله بتجي في اللحظه الواحده فيها الجايبه حادث ربنا يحفظهم وفيها الجايبه التهاب وفيها الجايبه جرح ملتهب وفيها في عدد كبير جدا من الاشياء. طيب انا داير احافظ على سلامتي كمريض ما امشي حتى اعرض نفسي فيها لخطر ثاني. عشان كده انا دائما برجع الموضوع انه اخواننا نرجع للرعايه الصحيه الاوليه ونرجع للمراكز المتخصصة. الآن في مراكز متخصصة في السكري موجودة على 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 قطاعات متوزعة. المركز الرعاية الصحية يقدم لي خدمة أنا في اللحظة دي محتاجة. هو طبعاً الكلام ده كلام قياسي وكلام جميل وهي حاجة عندنا في السودان طبعاً هنا يعني ممكن تكون في ناس في الأماكن مثلاً نمسك اثنين العاصمة والولايات. في العاصمة في 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 مراكز صحة أولية. لكن اغلب الناس بتكون على الفكره القديمه انه انا لازم امشي المستشفى الكبير. وطبعا افضل لك تمشي المركز الصحي. ليه؟ لانه يعني انت بدل ما تركب لك مثلا مواصلات وتمشي وتهدر زمنك. الناس ناس الرعايه الصحيه لو قال لك يا اخي امشي المستشفى امشي ما في مشكله لكن ما تتخطاهم. الدول الدول المتقدمه اما ناس الولايات ديل زي ما بيقول الحال بيغنى على السؤال. هم ممكن يمشي للزر القريب لكن ما بيلقوا الرعايه الصحيه الكافيه بعد ذلك ممكن يتحول. وانا الملاحظه صراحه يعني الملاحظه من الشغل في المجال الصحي ناس الولايات ما بيجوك اللي يكون في انديكيشن او يكون في مبرر لانه هو في الاخير بيمشي للزور الجنب وبعد ذلك بيجي لكن الخرطوم طوالي بيجوك. فالرعايه فالوعي هنا مهم انه يكون عارفين انه يا اخي والله امشي المركز الجنبك مركز سلامات مركز وين امشي بس امشي يا اخي لو لقيته قافل تعال ما في مشكله بس امشي وبعدين تعلم. هي نحن بدينا بحلقتنا بسودان جديد يا رام بنتكلم عن السودان كل الناس عندها في دور المجتمع الصحه بمختلف طبقاتها من وزارات اتحاديه الى ولائيه الى منظمات الى غيره من الاشياء. اذا نحن عارفين حنعمل
يبقى الفكرة الأساسية إن إحنا نوري المجتمع أهمية الأشياء وقيمتها. أنا قصدت أدي المعلومة بتاعت إن إخواننا نحن قد نعرض نفسنا لخطر إذا مشينا للمستشفى، ممكن نجي مرقين منا بمرض ثاني. ونحن قلنا إذا بين كل 300 بيطلع زول مصاب بإصابة كبيرة، بين كل 10 بيخش زول بيطلع من عمليات بيطلع بإشكال. طيب أنا ليه داير أودي نفسي لحتى إذا قدر الله يحصل لي فيها خطر؟ طيب دي الربطة أنا داير أربطها، لكن موضوع الرعاية الصحية الأولية والتنقل فيه، الدول المتقدمة الآن ما بتقدر تتلقى رعاية صحية في مستوى ما لم تجي محول المستوى الكبار. أوكي. يعني نحن بنتكلم عن السودان 2020 إن شاء الله، إنه أنا ما أخش المستشفى لشيء ما لم يكون ملفي مكتمل في الرعاية الصحية الأولية هو اللي حولني للطبيب التخصص الفلاني. طبعا ده ما ده لا والحياة ملفات. كل الأشياء بتبقى. أيوه. كل الأشياء بتبقى. بين نحن المجتمع بعد ذاك الدور الرسمي. إذا المجتمع بيقى عارف ومؤمن بقدرته بيعملها. نحن نكون مؤمنين ذاته، يعني نعم. إحنا لما نعرف الصح مش يجي يجبرونا عليه أو يقول لنا أعمله. نعم. أصلا إحنا كلامنا ده خلاص مفروض الناس تأخذ به. نعم. صح؟ طيب، نحن حنقوم ناخذ توضيح تاني لسلامة المرضى في فيديو توضيحي، نرجع لكم، خليكم معنا قريبين. أرسل له أهداف البدعة يخليه يعرض لي آخر. Very talented and dedicated people do remarkable work and save lives every day. In hospitals with strong leadership and teams that work together, patient safety is a top priority. Strong teams reduce infection rates, put checks in place to prevent mistakes, and create strong lines of communication between hospital staff and patients and families. All people make mistakes, but when there's a good team in place, they can look out for each other. But some hospitals don't have teams that work well together or good leadership. When one person makes a mistake, there isn't a good team ready to catch that mistake, and the patient suffers. Communication breaks down and patients get harmed. Patients experience dangerous complications, recovery is slower, and some patients even die unnecessarily. Let's take a look at two of the most common harms patients face. These harms are mistakes with medicine and infections that could be prevented. More than 1 million times a year, patients in the US are given the wrong medication or the wrong dose of a medication while in the hospital. Even the best doctor or nurse can make a tiny error with really big consequences. And every year, one out of every 25 patients develops an infection while in the hospital, an infection that didn't have to happen. The most shocking side of the hospital safety problem is that as many as 440,000 people die each and every year because of hospital safety problems. That's like the entire population of Miami dying unnecessarily. While many hospitals are good at keeping their patients safe, some hospitals aren't. Some hospitals have hidden dangers you should know about. The hospital safety score grades hospitals on how safe they are for patients, so you can protect yourself and your loved ones. Learn how your hospital scores on safety at www.hospitalsafetyscore.org. مرحبا بكم احبابنا ومشاهدينا في برنامج الطب والصحه. وزي ما قال يلا نسافر فوق الكلمه، نشيل الزاد احلام ورديه، نحكي حكايه الزول القيمه، الزول العاش في الخاطر الحيه. كان مكتوب في اول صفحه وطن مزروع النيه وقمح، كان مكتوب في الصفحه الثانيه طفل تقادل الغيم الحانيه، وكان مكتوب في الصفحه الرابعه طفل بيقرا عيون ومتابعه خريطه البلد العالي الغالي ومتنيل المننه نابعه، شوق موصول للصفحة الرابعة وعز موصول للصفحة المية. الكلام ده كيف يا خباب؟ كلام سمح، كلام جميل، كلام رائع، خالي شقور يا أخي. ذول حنين جدا جدا، وشايل الكلام ده من النيل والنخيل والوجه الحسن. نحن سعيدين بوجهك الحسن. الله يديك العافية. شكرا. الله يديك العافية يا خباب يا أخي. وكلامنا وحديثنا عن سلامة المرضى، وتكلمنا عن أهداف أو تكلمنا عن سلامة المرضى
واهتمام منظمة الصحة العالمية. تكلمنا عن المجتمع السوداني، المجتمع السوداني كان حاضر معنا وكلامنا كله كان مندرج على المجتمع السوداني. طيب إحنا دارين نربط السلامة وسلامة المرضى وأفريقيا والسودان بأفريقيا. الصحة ما هي هم محصور بقطاع معين، وأكبر دليل لو أخذنا مكونات منظمة الصحة العالمية مكونات إقليمية مكونة من دول. فإذا الصحة هي هم عالمي عابر للحدود، ما دار أقول ما بعرف الحدود، لكن واحدة من الأشياء والاهتمامات الكبيرة جدا هي الأمراض اللي بتنتقل عبر الحدود من دولة لدولة، ويمكن ده الشكل اللي شكل لنا منظمة الصحة العالمية. إذا أفريقيا والسودان والأقاليم والعالم ككل، موضوع الأمراض وموضوع المرض والصحة فيه هي شيء مترابط وساير بشكل العام. ويمكن في منظمات كثيرة جدا شغالة في الأمر، أول منظمة الصحة العالمية، منظمة العالمية للهجرة، وغير من المنظمات هي تعمل لأنه هي تقلل الأمراض، خصوصا الأمراض اللي بتنتقل من دول لدول. ودي أرضا بتخش في سلامة المرضى وسلامة المجتمعات، يعني نتكلم عن أمراض بتنتقل من بلد لبلد ومن شخص لشخص، بعد ذاك يكون فيها، وربنا يعافي الآن السودان برضو من الوضع الحاصل فيه ويشفي كل المرضى الموجودين إن شاء الله. فما هي موضوع يختص بالطبيب والمريض والأسرة والمجتمع، هو موضوع يختص بالبلدان وبالأقاليم وينتقل بشكل عالمي. إذا بنلقى التوجه العالمي بتاع منظمة الصحة العالمية هو جاي من انتشار الأمراض وغيرها من الأشياء، وهي هم لكل الناس. وبعد تكلمنا عن ربط الصحة بالاقتصاد، من الأشياء الآن العالم كله بيتكلم عنها إنه بنتكلم عن مدى الصرف الممكن يتم لمعالجة أمراض معينة ولمعالجة تدخلات معينة كان ممكن أن تحمى. لأنه الآن إذا تكلمنا عن معالجة كسر لمريض وقع في مستشفى جاي بألم بسيط جدا، الآن حيتكلم عن تكاليف كبيرة جدا. لو أخذنا التكاليف وجمعنا كمية الحالات اللي حصلت في الدولة أو في المدينة المعينة حلقة أنه هي قيمة كبيرة جدا ملقاة على كاهل ما زي الحرب والسلام المجتمع صح؟ حرب وسلم، يعني السلام ده ممكن يكفيك شر الحرب والإمكانيات اللي بتكون فيها نفسها الحماية. أنت لو حميت نفسك من المرض، القروش والتعب والنفسيات والحاجات دي كلها انت بتوفرها بتكون في ناحية إيجابية تشتغل بيها. يعني الواحدة لو حمد طفلها من الالتهابات ممكن توفر لها حق غسالة، والله جد. نعم. ما إلا نقول لهم حنك زي ده، ممكن توفر لنفسها حياة كثيرة. نعم. يعني يمشي الدكتور والطفل ماشيين وجايين وتوتر وسهر وعلاجات والراجل خلي شغله. نعم. كلها حاجات لو وفرت الحاجات دي وحميت طفلك من الالتهابات بالموية، الالتهابات والإسهالات الأيام دي. نعم. بالموية النظيفة، بغسيل الأيدي، تتأكد من الطعام حقه، تتأكد من المشرف حقه، اللبس حقه، الأراوند محل بيلعب أصحابه معاه، لو اهتموا بموضوع النظافة ده والله العظيم توفر قروش تجيب ليك غسالة ومكوى وتلفزيون وملايات كله. والله ما صح يا أخبار. كلامك حقيقة لأمهاتنا وأخواتنا ربات المنازل الكلام ده. ربنا يحفظ كل المجتمع من كل أشياء. أنا إحنا ممكن سرحنا من التعريف الأساسي لسلامة المرضى، التعريف العلمي اللي إحنا برضو عايزين كل الناس يعرفوه، إنه هو حماية الناس من الأخطاء الطبية المتوقعة وغير المتوقعة. اللي هي شنو المتوقع وشنو انا بكون بدي في علاج معين عارف انه والله عنده اثر جانبي، بكون بشتغل على انه انا ما داير الزول ده يحصل له. الشيء الثاني حمايه الاشياء دي برضو اللي هي الموضوع بتاع استخدام الخطه العلاجيه، اللي بين انا تكلمت عن اشراك المريض في الخطه العلاجيه. فاذا انا داير اتكلم عن خطه علاجيه تضمن سلامه المريض، تقلل من حدوث كل الاخطاء الممكن تحصل له أثناء تلقيه للخدمة العلاج الموجودة عندي أنا. يمكن أنا حابة المعلومة تكون شوية مكتملة في الحتة دي، فنحن دارين نحمي المريض من إنه ما يحصل له أي خطأ طبي أو حدث مضاد أثناء تلقيه والخدمة. ويمكن التعريف بيجي للأخطاء دي بعد بحوث كثيرة جداً وتوجهات عالمية. تكلمنا الآن نحن عن 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 واحد من الأهداف التي يجب أن تحقق، اللي هو التعرف الصحيح للمريض. يمكن التعرف الصحيح للمريض جات من دراسة أثبت إنه والله يا أخي بيتم عمل عمليات لناس لشخص ما هو شخص، أو المكان
بتاع العملية أو مكان الشيء المفروض يتعمل هو ما نفس المكان. يمكن تكون كثير عندنا في صورة الأشعة، قال لك عمل صورة يدك اليمين، عملت صورة يدك الشمال، وقد تكون صادفت عدد كثير من الناس. متجد القصورة نظيفة ما فيها حاجة، يبقى نحن والله يا أخي أي خلاص تعمل الحاجات دي. فبنلقى إنه الأهداف العالمية الستة دي، أنا مصير إنه المجتمع لازم يكون فاهم إنه عنده ستة أهداف لسلامة المرضى. الهدف الأول التعرف والتحقق السليم والصحيح للمريض أثناء تلقي الخدمات الصحية. الموضوع الثاني اللي تكلمت عنه كهدف كل المسار الصحية وكل المجتمع يشتغل عليه، اللي هو زيادة مدى التواصل، اللي هو التحسين التواصل الفعال ما بين المرضى وما بين مقدمين الخدمة، واللي هو بخش فيه إشراك المريض في خطة وغيره من الأشياء. التعامل الحذر مع الأدوية، وخصوصا الأدوية ذات الخطورة العالية أو الأدوية المتشابهة. الآن دي سياسات لازم تطبق في المؤسسات الصحية، ولازم يكون أنا عارف أنه مفترض يراعوا لي في الأشياء دي. بعد ذاك اللي هو الجراحة السليمة في الموقع السليم، يعني الآن أنا عندي جراحة في الصايد اليمين، يعملوا علي في الصايد السليم، ما يعملوا علي في الصايد الشمال، المريض هو نفس المريض. ويمكن نلقى أنه في الآن في مبادرات برضو ظهرت منظمة الصحة العالمية، مثلا في الجراحة الآن عندنا قائمة التحقق والسلامة الجراحية. نتمنى كل المستشفيات في السودان الآن تقوم تطبيق السيف سيرجري تشيك ليست، كل الجراحين يتأكدوا إنه هذه الأعمال تقوم في 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 وحدات في مستشفيات العاملين عليها. الهدف الخامس اللي هو تقليل خطر الأمراض المنقولة في المستشفيات والالتهابات المنقولة في المستشفيات. ده هدف الناس لازم تعمل على تحقيقه بشكل كبير وشكل واضح. الهدف الأخير اللي هو تقليل حالات الإصابة بالسقوط أو الوقوع في المستشفى، اللي هو prevention of patient falls في المستشفيات. فدي ست أهداف نحن دارين بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، نحن نكون عارفين كمؤسسات صحية وكعاملين في القطاع الصحي وكزملاء إنه نحن كمستشفياتنا لازم نتأكد في مؤسساتنا الصحية إنه الأهداف الستة محققة، والمجتمع يكون عارف إنه الحياة دي موجودة لأنه هو الحارس عليها، غير الأجسام الرقابية وغيره. لكن أنا كمجتمع دار تلقى خدمة وتلقى أكون عارف إن المستشفى دي لازم تحقق لي الستة أهداف الموضوعة من العالم مجمع عليها، لازم تكون مطبقة في المؤسسة الصحية اللي أنا مشيت عليها. يعني لازم جميل. لازم المجتمع يكون عارف حقوقه، الطبيب يكون عارف إن أنا ذاتي ما هشتغل إلا والحقوق دي موجودة، مقدم الخدمة يكون عارف إنه الحقوق دي واجب عليه هو تجاه الناس الشغالين معه نمرة واحد. المؤسسة اللي هو التجهيز بتاع المكان عشان الكلام ده كله ينصف في خدمة شنو؟ خدمة المريض بصورة كويسة. الله يا أخي الكلام جميل جدا، ونحن عرينا على حاجات كثيرة. ربي يدوكم ألف صحة وعافية، ويديك أنت الصحة والعافية. ورسالة أخيرة، دار رسالتين، رسالة للفريق الطبي ورسالة للمجتمع ورسالة للمقدم الخدمة اللي هو المسؤول. تمام. قبل الرسالتين، نحن كمجتمع نعرف انه في اخطاء تشخيصيه واخطاء علاجيه، ونضيف الست اهداف اللي اتكلمنا عنها ونكون فاهمين المبدا الاساسي للاشياء دي. الرساله الاولى لنا نحن كعاملين في القطاع الصحي، لا بد نراعي كل الاشياء اللي تكلمنا عنها من فيما يلي الجوده ومكافحه العدوى وسلامه المرضى. انا اتمنى انه من هنا كلنا نحرص انه اي مؤسسه صحيه نحن موجودين فيها يكون فيها وحده سلامة مرضى، اللي هو عادة ما كل المستشفيات الآن فيها قسم مختص بسلامة المرضى، لكن أتمنى إنه الآن من هنا نطلق إنه قسم سلامة مرضى في كل مؤسسة صحية صقر أو كبر حجمها لازم يكون فيها قسم خاص بسلامة المرضى، ونلتزم نحن كممارسين صحيين إنه نحقق هذه الأهداف وهذه وتطبيق هذه اللوائح الخاصة بعمل العمل الطبي اللي يؤدي إلى أعلى قدر من سلامة المرضى. الشيء الثاني اللي هو للهن الموجودين في كل البلد وموجودين في أفريقيا، نحن مع بعض لابد نعرف حقوقنا وواجباتنا. والقصة دي أنا بالنسبة للناس بعض الناس بيقول لي يا أخي ما تثير المواضيع، يا أخوانا أي شيء لابد أن يكون موجود ومعروف حقوقنا وواجباتنا. خطأ طبي حصل ما نقدر الطرف عنه، لأنه بشجع لأنه يتكرر خطأ ثاني، لابد نثبت الأحداث ونطالب بالحقوق من أجل الورانا ما يحصل له نفس الخطأ وغيره من الأشياء. برضو مناشدة للزملاء في الشركات الطبية في المؤسسات الصحية إنهم يتكلموا عن سلامة المرضى وعن مكافحة العدوى وعن جودة الرعاية الصحية، بحيث إنه إحنا نلقى في وطننا الجديد أعلى مستوى من الرعاية الصحية مقدمة لنا نحن كمواطنين في المقام الأول.
شكرا لك كثير، وانا والله سعيد جدا. والشباب يعني روح الشباب دي هي ان شاء الله حتكون بوادر خير للبلد وللنظام الصحي ولاهلنا كلهم ان شاء الله، حتى افريقيا ان شاء الله كلها ماشيه على انه يكون الشباب هم الموجودين، هم الان هم التنفيذيين. شكرا لك كثير يا خباب عبد المنعم السعيد، شاب الجميل ومدير قسم الجوده بالمجلس السوداني القومي للتخصصات الطبيه، كده صحيح؟ ربي يديك الصحه والعافيه. شكرا لكم، ربي يديكم الف صحه وعافيه، واكيد بين التواصل فرض عين واللغه سنه مؤكده. يديكم العافيه، نلاقيكم ان شاء الله على خير. شكرا جزيلا.